ريع شقة أو دور في كل مشروع ليا يروح لـ 57-357. ناس كتير اتحمست لأحياء فكرة الوقف الخيري المستشفى 57، لكن ما معهاش لعقارات ولا أراضي ولا أصل توقفه. اللي في قلبه الخير ده بنطمنه ونفرحه. في أهل خير عاملين وقف أجهزة جوه مستشفى 57 لأشعة متطورة ومعامل وتحاليل. هدفهم كانت الأجهزة دي تتاح للناس كلها وتحقق دخل لولاد 57، زي جهاز البيت سي تي وقف خيري للشيخ زايد آل نهيان، وجهاز السيكولترون اللي وقف خيري للشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وجهازين الام ار اي واللينير اللي وقفهم بنك السي اي بي، وغيرهم كتير. أجهزة ومعامل وقف مكفية حاجة ولادنا ومتاحة لكل الناس تستفاد بالأجهزة الحديثة وتحقق من وراها ريع ودخل يساعد أطفال 57. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي أميتت من بعدي فله من الأجر مثل من عمل بها، ومن غير ما ينقص من أجورهم شيئا.